السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة فوائد، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو حضراتكم بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة اضغطوا على علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة يا ريت دعم ليا وللقناة تعملوا لايك أسفل الفيديو، ولو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. طبعا في فئة كبيرة من الناس بتعاني من تراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم، وخصوصا في منطقة الساقين او في منطقة الفخذين. ده بالطبع بيأثر على مظهر العام بشكل سلبي وبيخلينا في حالة من الخجل والإحراج، وخصوصا السيدات امام ازواجهم. من العوامل يا جماعة اللي بتأثر على موضوع تراكم الدهون دوت وبتخلي موضوع ان الساقين بتمتلئ بسرعة كبيرة، طبعا اهم عامل هو الجلوس لمدة زمنية طويلة. ده بيتسبب في منطقة الفخذين او منطقة الساقين بتتراكم فيها الدهون، وطبعا قلة الحركة ده عامل مهم وعامل اساسي جدا في تراكم الدهون في الساقين والفخذين. وطبعا الاكلات الغنية بالدهون والسكريات والسعرات الحرارية وكل الاكلات اللي فيها سكريات عالية. هحاول اقدم لحضراتكم النهارده طريقه تكون بسيطه ان شاء الله تفيدكم في عمليه تنحيف منطقه الساقين والفخذين، وان شاء الله تخلص من تماما من الدهون في المنطقتين دول. الطريقه بسيطه جدا زي ما حضراتكم شايفين، مش هنستخدم فيها غير مكونين بس. اول حاجه هنستخدم فيها الزنجبيل المبشور، تاني حاجه الكركم، هما بس المكونين اللي هنستخدمهم معانا النهارده في الوصفه. الوصفة بسيطة جدا وسهلة ومش هتاخد حاجة يعني مننا من وقتنا خالص. كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب 3 كوبايات مية وهنضيفهم معانا في، هنجهزها 3 كوبايات مية زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت بالظبط. الوصفة دي بسيطة جدا وسهلة وان شاء الله هتحقق لنا اللي احنا محتاجينه. زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما ضفنا المية بتاعتنا هناخد معلقة من الزنجبيل هنضيفها على المية، وبعد كده هناخد معلقة من الكركم زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. هنخلط المكونات دي كده مع بعضها زي ما هو واضح معانا كده بالظبط. في النهاية بقى عندنا الخليط زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. هناخد الخليط دوت ونرفعه على النار ونسيبه لمدة 5 دقايق على النار لحد ما يبدأ الغليان. بعد كده هننزله من على النار، بعد ما ننزله هنسيبه لحد ما يبرد، ونبدأ ان احنا نشرب من الخليط دوت يا جماعة 3 مرات في اليوم، مرة قبل الفطار ومرة قبل الغداء ومرة قبل العشاء، ونستمر على الطريقة ديت لمدة شهر كامل كل يوم 3 مرات. يعني الوصفة اللي انا حضرتها مع حضراتكم النهاردة هي وصفة بتتعمل في اول اليوم، يعني بتتعمل في اول يوم الصبح، تتعمل وصفة كاملة ليوم كامل. يعني دي 3 كوبايات نشرب منهم كوباية على الفطار وقبل الفطار، وكوباية قبل الغداء، وكوباية قبل العشاء، بمقدار حوالي 10 دقايق قبل الاكل مباشرة، ونستمر زي ما قلت شهر كامل. فالوصفه ديت انا محضرها كده، دي تكفي اليوم كامل، يعني دي كده المكونات ديت تكفي اليوم كامل. طبعا لازم نلتزم بقى مع الوصفه بان احنا نتجنب بعض الاكلات الغنيه بالدهون والوجبات السريعه والحلويات والمشروبات الغازيه، نمتنع تماما عن الحاجات دي، ونشرب طبعا معاهم مشروبات تساعد على حرق الدهون زي المشروب ده. ممكن نشرب ايه جنبهم؟ مشروب الزنجبيل، طبعا مشروب الزنجبيل مع المشروب ده، ونقدر ان احنا نشرب المشروب ده لوحده، مش يعني بدل ما نشرب، يعني لو عايز محتاجين نشرب الزنجبيل لوحده جنب المشروب على مدار اليوم نشربه مره كمان في اليوم يبقى جميل جدا. لو مفيش نقدر ان احنا نشرب المشروب ده بس 3 مرات في اليوم. الوصفه جميله يا جماعه، اتمنى تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. اشكركم على حسن المتابعه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.